وحول هذا الموضوع ينضم معنا عبر الهاتف من القاهرة السيد سامح عبد الله، مدير تحرير في صحيفة الأهرام. مساء الخير سيد سامح. أهلا وسهلا. جلالة الملك المفدى شدد في كلمة على ضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق الازدهار الإنساني، كيف تقرأ هذه الجزئية خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم؟ الحقيقة جلالة الملك في كلمته اليوم أمام الجمعية العامة كان يعني لديه رسالتين أساسيتين، واحدة على المستوى الدولي وهي ما تفضلت بقوله بدعوته لتقوية النظام الدولي والتأكيد على أهمية العمل الجماعي، وكان لجلالته يعني مثال واضح يعني يدعو الأمم، يدعو كل الدول لتدعيم العمل الجماعي والعمل بشكل كبير، وهي جائحة كورونا التي ضربت كل دول العالم وجعلت الجميع في حاجة لتنسيق الجهود، لأن لا يمكن لدولة واحدة أن تقضي على هذه الجائحة دون تعاون الدول الأخرى، لأن انتقال البشر من مكان لآخر كفيل بـ 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 يعني نشر المرض وجعل كل دولة عرضة لكي تتلقى ضربات في هذا الاتجاه مهما حاولت من جهود فردية داخلية. ومن هنا تأتي أهمية هذه الدعوة الكريمة التي تعكس وعي ورؤية ثاقبة لما يدور في العالم، وأهمية التعاون الإنساني بعيدا عن إثارة المشاكل والحروب والنعرات الطائفية والقومية وخلافه. فأنا أعتقد أن هذه الدعوة كانت في مكانها من حيث يعني المناسبة، أنه يخاطب العالم بأكمله في من 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 على منصة الأمم المتحدة، وفي الوقت نفسه الظروف التي يمر بها العالم الآن وهي مواجهة جائحة كورونا، فده كمان يعني مبرر منطقي لطرح جلالته هذه الرؤية. نعم، كيف تجد يعني تحقيق مسألة الازدهار الإنساني في إرساء دعائم الأمن والسلم الدولي؟ البشرية لكي تزدهر لابد وأن تنسق الجهود وتتعاون مع بعضها البعض، لأن نحن الآن نعيش في عالم بلا حدود، وعالم كل يتأثر بما يحدث في باقي دول العالم. ما فيش دولة قادرة على أن تنعزل وتعيش وحدها، ومعروف أن كثير من السياسات الدولية خاصة للتجمعات الكبرى زي الاتحاد الأوروبي أو الدول الكبرى زي الولايات المتحدة والصين وروسيا وخلافه، هي تنطلق من هذا الأساس، على أساس أن مصالحها هي مرتبطة بمصالح بقاع جغرافية أخرى أو مناطق جغرافية أخرى، وأن يعني توطيد العلاقات مع هذه الأماكن هو من صميم الحفاظ على أمنها القومي وعلى مصالحها الذاتية. ومن هنا فإن هذه الدعوة كما أراها لدعم التعاون الإنساني هي أصبحت ضرورة الآن وليست رفاهية، وإن ما كان يحدث في قرون سابقة من وجود مناطق جغرافية منعزلة عن غيرها وتحدث فيها أحداث لا تؤثر في أماكن أخرى، هذا لم يعد وارد ولم يعد مقبول ولم يعد وارد، يعني يمكن يعني العمل وفقا للأسس التي كان قائم عليها من قبل. وهذا كما قلت يجعل هذه الدعوة مهمة جدا وضرورة للغاية، وتعكس واقع لابد أن يتفهمه الجميع، كما تعكس في حقيقة الأمر يعني إدراك جلالته لهذه الأمور المهمة ودعوته أن يعني يعمل العالم وفقا لهذه الأسس. نعم، من القاهرة سيد سامح عبد الله، مدير تحرير في صحيفة الأهرام، شكرا جزيلا لك.